موقف حصل لي حقيقي، حصل لي انا شخصيا. كنت في امريكا، الباسبور المصري بتاعي انتهى، فكنت محتاج اجدده رغم اني مش بستعمله في اي حاجة، بس اهو وثيقة مهمة والباسبور المصري، وبعتز بيه وقلت اجدده. والله العظيم ده حصل فعلا. يعني السفارات عندها باسبورات بتطبعها، بتطبع واحد جديد وبتديهولك، وبيبقى مكتوب عليه صادر من واشنطن او بيبقى صادر من نيويورك. انا كان مكتوب عليه صادر من واشنطن، يعني فواضح ان انا رحت واشنطن دي سي على ما اذكر، مش نيويورك، لانه فلوريدا تبع سفارة واشنطن مش تبع نيويورك. المهم رحت، والله العظيم ده حصل. ما رحتش الاول طبعا، مليت الاستمارة، حطيت الشهادة بتاعت الاعفاء بتاعت التجنيد، حطيت الاوراق بتاعتي، حطيت الباسبور القديم اللي محتاج يتجدد، والباسبور ده كان عليه تأشيرة أمريكا وتأشيرة إنجلترا وأكتر من 20 تأشيرة دخول وخروج سعودية، وكان عليه تأشيرة شنغن على فرنسا. إيه كمان؟ أعتقد بس هو حوالي 20 تأشيرة دخول وخروج سعودية، وكان في التأشيرة بتاعة شنغن فرنسا، وكانت امريكا وانجلترا ب5 سنين. فاللي حصل ان انا بعته واتاخر جدا، وبعد ما رجع لي كان بيرجع لك هو في جواب على البيت في فلوريدا، يعني ما كنتش بتروح السفاره ولا حاجه، انت بتبعت لهم الباسبور القديم والطلب والفلوس. الفلوس دي كنت بتبعتها في حاجه في امريكا اسمها ماني اوردر. ماني اوردر ده بيجي من البوست عادي، تقول لهم عايز ماني اوردر، بيبقى فلوس زي شيك كده يعني طالع باسم السفارة وبيجددوا لك وبيبعتوا لك، لأنه كان التجديد من جوه السفارة، ما كانش لازم التجديد يبقى من مصر وبتاع. ده كان في 2003 أعتقد أو 2004، كان في 2004، كان لسه وقتها حسني مبارك يعني اللي بيحكم. والله ده حصل فعلا. فكان لسه الوقت ده التجديد بيطلع من السفارة، وفي نفس الوقت أنت مش محتاج تروح السفارة أصلا، يعني أنت بتبعته بالميل أو بالبريد وبيرجع لك بالبريد تاني متجدد، الجواز القديم مع الجواز الجديد مع الورقة بتاعة التجنيد يعني. وفعلا بعته اسبوع اتنين تلاتة، لما رجع الجواب والله العظيم ده اللي حصل، رجع فيه الورقة بتاعة التجنيد بتاعتي بس اللي هي شهادة الإعفاء، وجواب فاضي فاضي خالص، لا فيه باسبور قديم ولا فيه باسبور جديد. فاتصلت بالسفارة في التليفون قلت لهم يا جماعة اللي وصلني، قالوا لي ازاي هتبعتين لك الباسبورين؟ قلت له لا، الجواب كان مفتوح من الجنب وواضح ان الباسبور الجديد بالقديم اتسرق. فقال لي طب تعالى لي السفاره، فروحت له السفاره في واشنطن، فقابلت القنصل. والله العظيم هو ده اللي حصل بالظبط. القنصل قال لي بالحرف الواحد باسبورك فعلا اتسرق، انا دي تالت مره تحصل معايا خلال شهر واحد ان حد باسبوره يكون عليه تاشيرات كتيره ويتسرق. فده الباسبور اللي انا دخلت بيه امريكا، يعني لولا حسن الحظ ان انا واخد كوبي من الفيزا الامريكيه والفيزا والاي 94 اللي هي كانت الاقامه، كان ساعتها بتبقى لسه ورقه كده لازم تاخد صورتها وبتاع، ما كنتش قدرت اثبت ان انا دخلت امريكا قانوني ولا اعرف اعمل ورق العمر كله. الباسبور بتاعي اتسرق، ما كنتش لسه عملت ورق، انت متخيل؟ بس فطبعا اللي حصل انه بكل بساطه قال لي بالحرف انا هطلع لك باسبور دلوقتي وهطلعه لك من هنا ويبقى بدل فائد وتكفي على الخبر ماجور. قلت له يعني دي تالت باسبور يتسرق من السفاره المصريه في واشنطن خلال شهر؟ قال لي اه. قلت له يعني في حد دبلوماسي مصر بعتاه علشان يشتغل في السفارة المصرية في أمريكا بيسرق باسبورات المصريين؟ قال لي آه، وما نقدرش نعمل حاجة وأنا مش قادر أعرف الحرامي. ورب العزة ده حصل، وفعلا طلع لي باسبور، هحاول أحط لكم صورته لو لسه محتفظ بيه، مكتوب عليه بدل مفقود صادر من واشنطن. ده بكل بساطة الموقف اللي حصل معايا، انه تخيل لما تبقى توصل لمرحلة انك مواطن مصري ودبلوماسي وفي سلك الخارجية ومش بعتينك اي سفارة مثلا في دولة تعبانة، دول بعتينك سفارة مصر في امريكا، وحرامي بتسرق باسبورات المصريين اللي عليها تأشيرات كتير او تأشيرات سارية
عشان تسومهم عليها. وفعلا بعديها ب 10 ايام جالي تليفون، لان انت لما بتحط طبعا بياناتك عشان تجدد الباسبور بتحط تليفونك وعنوانك عشان يبعتوا لك عليه كل بياناتك، اصل دي الحكومه المصريه يعني هخاف من ايه يعني. فبدلهم كل بياناتي علشان، وفعلا تليفوني جه عليه رقم من هولندا، ممكن يكون بيكلمني من سكايب مغير رقم الله اعلم، لكن كان الرقم من هولندا بيقول لي انا بالصدفه لقيت باسبورك، واحد مصري بيكلمني انا بالصدفه لقيت باسبورك وعايز 10,000 دولار عشان ارجعه لك حلاوه الترجيع. قلت له لا انت حرامي وانت سرقت الباسبور، والباسبور اللي اتسرق ده انا بلغت بيه الاف بي اي وعندهم صورته دلوقتي في كل مطارات امريكا وكل كمبيوترات امريكا، فاي حد هيحاول يستعمل التاشيره دي، انا رحت طبعا عملت محضر واثبتت انه اتسرق الباسبور، اتسرق مني علشان انا الكلام ده كان قبل بعد ضرب امريكا في 2004، هي ضربت في 2001 بعديها بثلاث سنين، فممكن اي حد ياخد باسبوري يعمل عمل ارهابي ويرميه في المكان والبس انا، فكان لازم احمي نفسي. فكلمت الاف بي اي عطت لهم ريبورت او تقرير بالباسبور اللي اتسرق وارقام الفيزا اللي فيه وارقام الفيز اللي فيه كلها وكل بياناته، وقالوا لي ده لو ظهر في اي مطار او ميناء في امريكا هيتقبض فورا على اللي بيحاول يستعمله، حتى لو الصوره مختلفه يعني، حتى لو صورتك غير صوره فطبعا كان وقتها ضرب التاشيرات لسه سهل، وكان وقتها لسه في ناس بتحاول تسرق تاشيرات ناس. فتخيل لما تبقى موظف دبلوماسي، مصر بعتك احسن سفاره في العالم، سفارتك سفارتنا في امريكا، وليك مزايا، بتروح على مصر الطيران رايح راجع انت واهلك مجانا، قاعد بتقبض بالدولار وانت موظف مصري شغال في السلك الدبلوماسي، عايز حد اعلى مستوى من كده ايه؟ وحرامي باسبورات. ده اللي حصل في عهد حسني مبارك، وده حقيقه، و حسبي الله ونعم الوكيل. الباسبور ده كان غالي عليا جدا، لانه كنه يعني كان مليان تاشيرات بطريقه يعني، وتاشيرات كلها صعبه، امريكا، انجلترا، شنغن. المهم في 2016 بقى لما حبيت اجدد الباسبور اللي هو بدل مفقود وانتهى، ما كانتش بقى التجديد من جوه السفاره، كان التجديد من مصر. فمليت الاستماره في السفاره بتاعتنا برضو في نفس المكان، كان بقى انصل تاني طبعا، الطقم ده بيتغير كله يعني. فكان طبعا طقم تاني خالص هو اللي شغال، قالوا لي التجديد دلوقتي ما عادش بيبقى من السفاره، الباسبور اللي هو بدل مفقود اللي معاك ده، ده يعني خلاص ما عادش بنطلع، ما فيش حاجه اسمها باسبور مصري صادر من واشنطن تاني، الموضوع ان هو دلوقتي بيجدده في مصر، وانت انا عارفك طبعا، قال لي كده الانصل، قال لي كده انا عارفك، فالله اعلم هيرضوا يجددوا ولا لا. ليه؟ لان انت عندك قضيه. قلت له مال الجنحه ومال القضيه بان انا عايز اجدد باسبوري عشان ارجع بلدي اي وقت يعني. وفعلا انا رجعت بعديها بسنه بالظبط ودخلت مصر عادي، وكان باسبوري ساري يعني، كان باسبوري المصري. وفعلا قلت له لا هيجددوا غصبا عنهم، ايه واحد معاه جنحه يعني. جنحه يعني مثلا ايه، واحد شتم واحد فسب علني، واحد كتب شيك من غير رصيد، مش لدرجه ان انت ترفض تجدد لي الباسبور يعني، هبل يعني. المهم فجددوه فعلا، بس رجع لي بقى بعديها بثلاث شهور وجالي على البيت، وده لانه الباسبور اللي هو البدل مفقود اللي هو اصلا فاضي فهيتسرق ليه. فحبيت بس احكي لكم موقف غريب جدا، ممكن الناس ما تصدقهوش، بس اقسم بالله ربنا يحاسبني على الكلام اللي انا قلته ده في الفيديو ده، لو ما كانش حصل والله العظيم ثلاثه حصل، واتسرق باسبوري المصري في السفاره المصريه، وحد مصري حاول يساومني على 10,000 دولار عشان يرجع لي الباسبور اللي مليان تاشيرات ساريه زي تاشيره انجلترا، وانا ما كنتش امريكي في الوقت ده. فتخيل ان انت قاعد معاك باسبور بدل مفقود ما فيهوش حتى الختم اللي دخلت بيه امريكا، بس طبعا لولا ان انا مصور وعندي صور وقدمت في الهجره بالصور دي ما كنتش عرفت اعمل ورق حياتي كلها طبعا. وطبعا 10,000 دولار انا كنت وقتها على باب الله جدا جدا، ومعيش ورق وبشتغل في الاسبوع كله ب 200 دولار يعني فاتح قافل محلات 12 ساعه وخرى وبهدله، وبتنام في شقه فيها 10، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي شفته، في اللي شفناه من المصريين بره وجوه. لا الحكومه المصريه طول عمرها فاسده، طول عمرها حراميه، طول عمرها بتستغل المواطن حتى لو حاجه بسيطه، باسبوره فيه تاشيره فيسرقوا علشان لقوا مين، وحد دبلوماسي وبيقبض بالدولار بس، النتن نتن الجعان جعان.
اللي قعد 10 سنين جعان عمره تلاجته ما فيهاش الا ميه، عمره ما هيشبع مهما اخد، مهما اخد. سلام.